ثواني، في أداة مجانية بترسم لك الكولوم، مجرد إن أنت بتحدد إيه الفاميلي اللي أنت عايزها، الفاميلي بتاعت الكولوم سواء مربع أو دائري، وبعد كده بتختار اللير اللي فيها الكولوم، وهو أوتوماتيك يرسم لك الكولوم على طول. تعال نشوف الفيديو. ويختار لما يلاقي كولوم دايري هيختار أنهي فاميلي، اترسم اهو.